أبونا أهلا بقدسك في المركز الإعلامي في هولندا. أهلا بيكم، أهلا بيكم، نورتونا في إيندهوفن. ربنا يخلي قدسك يا أبونا. أبونا كنا حابين نعرف أكتر عن أبونا يوسف، فحابين نسأل مثلا أول سؤال ونسأل اسم أبونا يوسف العلماني. أنا اسمي العلماني ماهر، ماهر منصور رزق الله. دراسة قدس أبونا يوسف. أنا درست الطب وبنعمة ربنا خدت بكالوريوس طب سنة في ديسمبر 77 وماجستير في الأمراض الباطنة في 1982 واشتغلت بقى في الطب حوالي 20 سنة أخصائي، كنت أخصائي أمراض باطنة في مستشفى عام في القاهرة. يعني نعرف من كده ان قدس أبونا يوسف كان عايش في القاهرة. بالضبط، انا كنت عايش في القاهرة في طفولتي، كنت مع الوالد والوالدة، كنا ساكنين في حي الشرابية، كنا بنصلي في كنيسة قديسة بربارة في الشرابية وبنخدم فيها في مدارس الأحد. وبعدين بعد الزواج كنت ساكن في منطقة سراي القبة، وده بقى سبب وجودنا هنا في برضو تحت الكنيسة بربارة. طبعا احنا تربينا في كنيسة القديسة بربارة، ودي كنيسة كان يعني في حي في أعداد مسيحية كبيرة جدا، وفيها عدد خدام شباب وشابات، وكنيسة ولودة يعني خرجت أجيال من الخدام والشباب، واحنا يعني خدنا بركة الخدمة في الكنيسة دي. و لغاية قبل الرسامة أقدر أقول ب 48 ساعة كانت خدمتي في كنيسة القديسة بربارة في الشرابية. طب هنيجي بقى للرسامة قدس أبونا ونسأل قدسك إزاي تمت رسامة أبونا يوسف، وإزاي فكروا أو إزاي قدسك اخترت إنك تكون أبونا يوسف؟ الحقيقة أنا كانت خدمتي في كنيسة القديسة بربارة في الشرابية، لكن كنت ساكن في منطقة سراي القبة، وهي يعني حمامات القبة أو سراي القبة، وكنت بروح أصلي القداس في كنيسة حمار جرجس حمامات القبة أو سراي القبة، وكنت بحضر دايما القداس الأول. وقدس أبونا رويس جرجس كاهن الكنيسة دي والأب الروحي بتاعها طبعا كان جي، لأن سكننا في المنطقة فجي زارنا وتعرف عليا، وكان من حين لآخر كده كم مرة يعني دعاني لخدمة مرة كده في الكنيسة هناك. وسامية تسوني كانت بتخدم في الكنيسة دي في الفترة اللي احنا كنا عايشين فيها في حماة القبة، وكان تعرف عليا غريب يعني، هو تعرف علينا في مرة دعاني لما عرف اني بخدم في مدارس الأحد وفي اجتماعات الشباب في كنيسة القديسة بربارة في الشرابية، فدعاني ان اخدم في كنيسة مار جرجس. فطبعا قلت له سيبونا يعني انا بخدم هناك وهنا وخلاص يعني، هذه كلها كنائس زي ما بيقولوا، كلها كنائس ربنا وبخدم فيها وخلاص. وفي سنة 96 كان بيجهز للاحتفال باليوبيل الفضي لقداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث ربنا يرفعنا بصلواته، قبل عيد التجليس سيدنا البابا 14 نوفمبر بحوالي 10 ايام او 11 يوم. اذكر انه كان يوم حد، كنت رايح كنيسة الصبح، كنت عادة يوم الحد اروح احضر الدرس الاول بعدين اطلع على المستشفى. أبونا رويس كان واقف يعني ما كانش هو بيصلي القداس، فشافني فرحنا دهلي قال لي أنا عايز أقولك حاجة. قلت له اتفضل. قال لي بكرة احنا رايحين عند سيدنا البابا نرشح كهنة للكنيسة واحتمال ناس تكتب اسمك. فالحقيقة أنا استغربت، قلت له يعني سيدنا يا أبونا ما حدش عرفني أنا من الكنيسة، قدسك نفسك ما تعرفنيش كويس يعني، أنا ما منفعش في خدمة زي كده، أو يعني مش في ذهني حاجة كده خالص. قال لي معلش يعني حبة كده وبتاع.
يعني انا استغربت اعتبرتها جميله وقفلت الكلام وده ومشيت. وبعدين تاني يوم كان يوم الاثنين فعلا كنت مروح من العياده بالليل الساعه يمكن 11، لقيت ابونا رويس وابونا يوحنا اللي هو كان في الكنيسه، وكان شاب برضو كان طبيب وكان شاب حلو خالص، خادم حلو خالص وكان زي الفل، ومعهم مجموعه من شعب الكنيسه 15 20 واحد كده، ومجموعه من الشمامسه واقفيني عند باب البيت. فاستغربت ولقيتهم بيقولوا مبروك يا كمان في فقلت لهم طب تفضلوا اطلعوا فوق هنعمل يعني زحمه في الشارع. طلعنا فوق لقيتهم بيقولوا لي احنا كنا عند سيدنا البابا، وسيدنا البابا ورشحنا اتنين خدام يعني يترسموا في الكنيسه عندنا، وانت منهم، سيدنا البابا وافق. استغربت جدا طبعا، وكان زميلي في الترشيح برضو طبيب واصغر مني في السن، لكن كان من ولاد الكنيسه من المتربين، وكان ابن اخت المتنيح نيافه الامبرويس القديس الحلو ده. فما كنت مش عارف اعمل ايه يعني، وقاعدين عندي في البيت وبكل الكلام ده. قلت لهم طيب بس ايه، ادوني فرصه 4-5 اشهر كده ارتب نفسي، قلت بس ايه يعني يخرجوا من البيت وبعدين انا اتصرف. فعلا خرجوا من البيت على هذا الاساس. وبعدين انا ما يعني قعدت اسبوع ما اروحش الكنيسه خالص، ولا الكنيسه رباره ولا خدمتي ولا حاجه، قعدت في البيت. الحقيقه يعني انا رحت الاب اعترافي طبعا في اليومين دول يعني، واب اعترافي طبعا ان يعرفني من وانا صغير. هو كان اب كاهن قديس اسمه ابونا فريج او ابونا فرج، كان كاهن دير ماري جرجس للرهبات في مصر القديمه، وكنا بنروح له في الدير هناك ونعترف عنده من واحنا شباب في اعدادي او من واحنا اولاد في اعدادي يعني. وكان يعني انسان مبروك وانسان يعني قديس الحقيقه يعني، كان يعرف اللي في قلبي قبل ما اقوله، ويقول لي على اللي في ذهني قبل ما اعرضه عليه. فاحيانا كان الواحد يبقى في ذهنه مثلا فكره او حاجه وعايز يقوله فيها، وبعدين ليه هو يقول له نصيحه بالظبط اللي انا مطلوب، خدها وامشي وخلاص. فرحت وحكيت له، قال لي يعني انت تقفل بقك، ما تفتحش بقك، لا تقول اه ولا لا، وتشوف ربنا يعمل ايه. يعني نعرف من كده ان اب اعتراف قدسك كان موافق على الموضوع. هو اصل قبل كده كان في مرتين حصل حاجه زي كده، وانا يعني ما كنتش استحق يعني، او يعني ولغايه دلوقتي ما استحقش، بس الاحساس ساعتها كان كده. فسمعت كلامه وفعلا ما فتحتش بقي. وبعد اسبوع تاني لقيت ابونا من كنيسه مرجيل، ابونا يارويس، جالي في البيت وقال لي خلاص بقى احنا يعني سيدنا البابا بعد كام يوم هيرسم، احنا ليه نستنى يا ابونا؟ انا مش مجهز نفسي، ده انا حتى لسه في الوظيفه يعني، لسه ما نتصرف. هو كان هو ما زال اب طاهر وحلو وبسيط ومحب ومتواضع بكل درجات يعني المحبه والاتضاع. فانا محرج منه مش عارف اقول ايه، فقعدت ساكت ما اتكلمتش. بعد يومين لقيتهم جايبيني فرجيه وجابوها في البيت يوم الثلاث. يوم الاربع يوم الثلاث رحت المستشفى الصبح ورجعت، وبالليل كنت في العياده بتاعتي ورجعت. يوم الاربع ما كانش عندي حاجه في المستشفى، ما رحتش. لقيتهم يوم الاربع خدوني ودوني الكاتدرائيه، بيت، وتاني يوم لقيت نفسي كاهن. فحسينا ان دي يعني اراده ربنا في حياتنا وقبلنا، ونشكر ربنا على نعمه عطيه ما نستاهلهاش، وكون انها تاتي كده من يعني باراده ربنا بدون اي حتى سابق تجهيز او تنفيذ. حسينا انها هديه ربنا ادهنا، والشطاره ان احنا نحافظ عليها. بس يعني هو كان ترتيب من عند ربنا في كل حاجه يعني، حتى في ان الكاهن اصلا اللي هو رشح قدسك ما كانش الكاهن بتاع كنيسه قدسك اللي هو يعرفك، او يعني كانت رساله من ربنا لابونا ان هو ان قدسك تترشح. هو يبدو ان ابونا ايه سمع عن حاجه زي كده، ف يعني هو اللي اتصرف يعني. وهو اب فاضل جدا، وانا ما زلت بعتبره ابويا الروحي، وبحبه وبتعلم منه كتير حتى يومنا هذا.
أبونا زي ما بركة ربنا اشتغلت اللي عمل قدس الكاهن أو لحصول قدسك على الكهنوت، أكيد ربنا اشتغل برضو في إن قدسك تيجي هولندا. حابين نعرف بالظبط إيه اللي تم لوصول قدسك هنا. لا، هو ترتيب ربنا اللي بي، يعني إحنا الكاهن بيعتبر جندي في الكنيسة، ومن حق الكنيسة إنها يعني تكلفه بأي خدمة حسب الصالح اللي اباء الكنيسه بيشوفوه، واحنا مجرد خدام. ف يعني انا في سنه 97 كنت في معهد الرعايه بدرس في معهد الرعايه، ولما اترسمنا كاهن بقولنا نتعلم الكهنوت. فانا كنت درست في الالكتريكيه المسائيه قبل الكهنوت يعني. فلما ربنا ادانا النعمه دي قلت طب نتعلم، فالتحقت بمعهد الرعاية والتربية، وفي السنة الثانية اللي هي كانت سنة 97 أثناء الدراسة لقيت أحد الأباء بيقول لي ده بيسألوا عليك في المقر البابوي. فأنا رحت مخضوض بصراحة، قلت فيه بقى أنا عملت حاجة غلط وهتشد يعني. فكان نيافة الأنبا أرمية كان سكرتير قداسة البابا بس قبل الأسقفية يعني، فقال لي تعالى ده قداسة البابا حط اسمك في لائحة في لستة الآباء اللي هيسافروا يصلوا العيد خارج مصر، واسمك اتحط في هولندا. فالحقيقة أنا استغربت خالص يعني، قلت له طب هو سيدنا البابا يعني عرفني منين أو جاب اسمي؟ قال لي ما أعرفش، أنا يعني أنا بنفذ الأوامر ولازم تبدأ تيجي يعني تنفذ الحكاية. فطبعا كنت جاهن جديد لسه، مع يعني حتى البروتوكول بتاع التعامل مع الرؤساء ده كان بالنسبة لي حاجة جديدة وغريبة وما كنتش عارف عن حاجة. فروحت لأبونا رويس اللي هو أبونا الكبير في الكنيسة وحكيت له، قال لي طبعا هو إنسان حكيم جدا، قال لي قداسة البابا لازم يسمع كلامه. فقلت له طب يعني قال لي تنفذ اللي قالوا لك عليه. هو اللي قال لي كده بالظبط. في اللقاء الاول مع يعني نيافه الانبا أرمية قال لي بكره تيجي وتجيب معاك الباسبور. قلت له ما عنديش باسبور، كان عندي باسبور وانا طبيب وخلص يعني، دلوقتي انا حاجه تاني. قال لي ماليش دعوه. طب ماليش دعوه دي اعمل ايه؟ مش عارف. فروحت الحقيقة اشتريت استمارة بتاعت الباسبور بس، ورحت بيها فاضية. فهناك خدوها مني وكلفوا أحد الإخوة اللي بيخدموا في الكاتدرائية المسؤولة عن الحاجات الجوازات والحاجات دي، راح عمل لي الباسبور في 3 ساعات وجاب لي الباسبور، خد مني صورة وملال ملال البيانات وخلص وجاب لي الباسبور. بعدين قالوا لي سيب الباسبور هنا وروح، تعالى تاني يوم. رحت تاني يوم لقيتهم جايبين لي الفيزا. يعني في 3 ساعات اتعمل الباسبور، وتاني يوم على طول جت الفيزا لقدسك لوصولك لهولندا عشان تحتفل عشان تصلي عيد الميلاد في هولندا هنا. وبعدين قالوا لنا يلا تعالى سيدنا البابا، كنا مجموعه اتجمعنا في من سيدنا البابا عاوزكم. دخلنا عند قداسة البابا، قال لي انت هتروح فين؟ قلت له قدستك، قلت اروح هولندا. قال لي طب ربنا معاك. بس صلى يعني دعلنا بالبركة وخرجنا. وبعدين في السكرتارية قالوا لي هتروح هولندا، قلت لهم طب راح هعمل ايه هناك؟ قالوا لي هتروح هناك قدس ابونا ارسانيوس البراموسي هيرتب لك تصلي فين. وعلى هذا الاساس جيت وصلت هولندا. كان يوم 5 يناير توجهت لأمستردام، وسيدنا كان مكلف أحد الإخوة استناني في المطار، خدني إلى المطرانية حاليا الكنيسة العظمى في أمستردام. وسيدنا قال لي إحنا في كنيسة كنا لسه بنفكر يعني نرتب فيها في الجنوب، فنحب نصلي العيد فيها. وجينا فعلا، رتب لي سيدنا الإخوة من هنا من عند هوفن يعني من كنيسة هوفن، جم أخدوني يوم 6 يناير وجينا على الكنيسة دي. كنيسة الملاك دي كانت لسه ما بقتش ملك يعني، كانوا لسه متفاوضين بتفاوض على شرائها. وفعلا صلينا
ليلة عيد الميلاد يوم 6 يناير، ويوم 7 يناير رجعت تاني المطرانية، رجعت تاني من أمستردام. ما بين 7 يناير وعيد الغطاس سيدنا برتاني والإخوة اللي كانوا بيخدموا هنا وقعوا عقد شراء الكنيسة دي، وصلينا في عيد الغطاس وهي ملك. يعني قدسك صليت فيها وهي أجار في أول حاجة قدس عيد الميلاد، وصليت فيها قدس عيد الغطاس وهي ملك، ودي كانت أول مرة معرفة بأبونا أرسينيوس البرموسي اللي هو سيدنا الأنبا أرساني حاليا. نعم، أول مرة كان تعرف على سيد. ورجعت مصر بعد عيد الغطاس وقدمت تقرير لقداسة البابا شنو ده على اللي حصل يعني في الأسبوعين دول أو في ال 12 يوم دول. وبعدين في عيد القيامة برضو قبل أسبوع الألام قالوا لي تروح تصلي في الكنيسة هناك أسبوع الألام وعيد القيامة، وجيت فعلا قضيت هنا أسبوع الألام وعيد القيامة. وبعدين رجعت مصر تاني، وبعدين حوالي تقريبا شهر 8 مثلا أو 7، شهر 7 استدعاني نيافة الأنبا يؤنس وقال لي أن قداسة البابا بيقول لك تروح تخدم الكنيسة دي وتقيم في هولندا. طبعا برضو كانت مفاجأة ليا وكنت مستغرب، وقلت له يا سيدنا أنا مبسوط في الكنيسة اللي ترسمتوني فيها، أنت رسمتوني في كنيسة ما أعرفش عن حاجة وأنا مبسوط فيها. فقال لي لا، قال لي قولوا قداسة البابا ننفذه. قال لي أنا أسقف، ربنا يديله الصحة، الناس قال لي نصيحة حلوة خالص، قال لي أنا أسقف بقالي كام سنة بخدم، ولما قداسة البابا يقول لي حاجة أقول حاضر. قلت له أنا ما أقدرش أقول لقداسة البابا لا، بس أنا بشرح ظروفي يعني. ساعتها كان بال قدسك قد إيه، كام سنة في الكهنوت؟ كان سنة ونص يعتبر أو سنة وسبعة أشهر كده من وقت الرسامة يعني لغاية من وقت الرسامة للسفر لأول مرة جه هنا كان حوالي سنة، وبعدين عيد الميلاد وعيد القيامة، وبعدين في الفترة ما بين عيد القيامة وآخر السنة تمت إجراءات تكليفي بالخدمة هنا في الكنيسة. في الفترة ما بين عيد القيامة 97 وآخر السنة تمت إجراءات عمل إقامة ليا وعشان أجي أخدم هنا. ووصلت أنا وتسوني يوم 15 ديسمبر 1998. يعني ده كده يا ابونا يعتبر تقريبا في خلال سنة، لأني أول مرة صليت فيها كانت 5 يناير، وفي 5 ديسمبر وفي ديسمبر السنة اللي وراها قدسك كنت خلاص هتاخد إقامة وتعيش. بالظبط كده، بس من 15 ديسمبر بقى لغاية دلوقتي ما زلت بخدم هنا. أبونا شرفت ونورت هولندا وفرحت ولادك. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا شاشو، وكل سنة وقدسك طيب سنة والمركز الإعلامي طيب، وبيعمل إعلام مسيحي قبطي مميز لكل الكنيسة القبطية في هولندا وفي مصر كمان بيتابعوكو، في بقية الدول الأوروبية بيتابعوكو، وربنا يبارك في خدمتكم ويبارك في سيدنا وخدمته ورعايته لكنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس في هولندا وكل الكنائس. ربنا يخليك يا وتسابونا. طبعا برضه بركة سيدنا فعلا، هو اللي صمم المركز الإعلامي وهو اللي بيشرف عليه، ومرسي خالص دايما محبتكم، شرفتونا وفرحتونا. شكرا يا وتسابونا، شكرا.